احنا وزارة السعادة بدأنا من حوالي سنة كده، كنا عبارة عن صحاب بس، كنا بنخرج وكنا بنبسط نفسنا. بعدين من شهرين كده قررنا احنا نبسط الناس، فنزلنا بإيفنتس. قررنا احنا وزارة السعادة متقسمة لتو بارتس، اول بارت ان هو رحلات وكده، وبارت تاني اللي هو ان احنا نبسط الناس. النهاردة كان في ايفنت ان احنا نبسط الناس عن طريق ان احنا نديلهم شوكلتس ومعاهم زي نوتس مكتوب عليها سمايل مثلا، او اضحك الدنيا تضحك لك او كده. احنا وزارة السعادة، احنا عايزين نبسط الناس، يعني هو ده كل هدفنا. نظرا لان الانبساط قائم على الفلوس، فاحنا معناش فلوس، ف غالبا طول الوقت بنصرف من فلوسنا، من يعني من جيبنا الخاصة عشان نبسط الناس بس. فاحنا خطتنا المستقبلية ان احنا ان شاء الله عندنا 4 جمعات في الشهر، 3 جمعات من الشهر هننزل نعمل ايفنتات في الشارع نبسط الناس. الجمعة الرابعة هنعمل رحلة ان شاء الله نجيب منها فاند ريزنج، يعني نصرف بالفلوس بتاعتها الارباح اللي جبناها نصرف بيها على على الايفنتس اللي هنعملها بعد كده. احنا بننزل عشان نبسط الناس، احنا بنبقى مبسوطين لما الناس بتبسط، يعني موضوع بسيط جدا، يعني مجرد احنا بنحب كده، احنا يعني هو ربنا خلقنا كده. ممكن الناس تشوف ان احنا عبط شويه، بنضيع من وقتنا وبنضيع من مجهودنا وفلوسنا عشان نبسط الناس، بس يعني احنا بنتبسط، هو ده يعني العائد اللي بيبقى علينا. بس يعني اتمنى الناس تشترك معانا كل جمعه ان شاء الله، ونبقى نعلن عن البيج بتاعتنا رايحين فين ونازلين نعمل ايه، ويا ريت الناس يعني تيجي معانا، نبقى مبسوطين جدا.